اهلا بحضراتكم، وبرحب بحضراتكم مره ثانيه في المحترف، وبرحب بضيفنا طبعا الناقد الرياضي احمد مجدي. احمد، يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على الصراع الثلاثي ما بين اليوفنتوس والانتر والميلان للفوز بالسيريا. عايزين نروح للدوري الالماني. الدوري الالماني انطلقت خلاص اول اسبوع منه، ملامحه ازاي؟ هل انت شايف ان البايرن المستحوذ دايما على البوندس ليجا يكون ليه الحظوظ او الحظوظ الاكثر، ام ممكن يخش لايبزيج، دورتموند ممكن ينافس، جلادباخ ماشي بشكل كويس برضو، رؤيتك لبدايه الدوري الالماني ازاي السنه دي؟ بايرن ميونخ يا كابتن بدا بتعثر، هو اللي مش متابعين بوندس ليجا يفتكروه تعثر، لانه من اصعب الماتشات هي ماتش بروسيا مونشن جلادباخ في بروسيا، الماتشات اللي بتتعقد جدا، ومن الخصوم اللي قدروا يخلقوا مشاكل لبايرن ميونخ، الخصوم القلائل اللي قدروا يخلقوا لبايرن ميونخ مشاكل في الدوري الالماني السنين اللي فاتت. فالتعادل مخيب بعض الشيء لامال جماهير بايرن، ولكن لازم ده ما ينفصلش ان دي اول مباراه لناجلزمان مع بايرن ميونخ. عايز اخد رايك في النقطه ديت، شاب صغير لسه يمكن وبيمسك نادي بحجم بايرن ميونخ، يمكن مدرب كويس، مدرب واعد وكل حاجه، لكن هل الضغوط بتكون مؤثره؟ هل نتائج السنه دي، وانت عارف ان البايرن يمكن كمان عمل ثلاثيه رائعه السنه اللي فاتت وكان افضل فريق في العالم، هل الضغوط ممكن تأثر عليه، ولا انت شايف انه فعلا مدرب واعد يقدر يحقق بطولات مع البايرن السنه دي؟ هو ناجلزمان اثبت مع لايبزيج انه ان لم يكن افضل مدرب شاب في العالم فهو من بين الافضل على الاطلاق. ده حقيقي. دي نقطه. النقطه الثانيه، في انديه يا كابتن الريسك فيها بيكون قليل جدا. يعني في نادي يخلي المدرب ياخد الريسك مطمئن، منها بايرن ميونخ. لما نيكو كوفاتش مثلا اللي هو كان كارثي. صحيح. وفي نفس الوقت كان في المركز الثاني والثالث، هانز فليك اول تجربه تدريبيه على الاطلاق ياخد سداسيه على مستوى اوروبا. في انديه بتساعدك يا كابتن على سواء من ضغط الجماهير او من حيث القوه اللي اللعيبه فيها. صحيح. التجانس، التناغم، الضغط الاعلامي، القوه في الملعب وخارج الملعب. بايرن ميونخ من الانديه دي الريسك فيها بيبقى قليل. فناجلزمان مسيره هيلاقي التوليفه بدري، يعني لانه مدرب عنده افكار واعده، ولكن النقطه اللي هتواجه ناجلزمان انه صعب جدا فريق يخسر قلبين دفاعه الاساسيين في موسم واحد. دي نقطه بالغه الاهميه، والاختيار اللي هو اختاره انه يتعاقد سواء بايرن ميونخ او ناجلزمان انه يتعاقد مع دايت اوباميكانو ويرحل الثنائي جيروم بواتينج وديفيد ألابا في نفس الوقت صعبه جدا او ريسكي جدا، وممكن تخلق مشاكل في دفاع بايرن ميونخ بالذات لو تطرقنا للمستوى الاوروبي، لما يلعب في المستوى الاوروبي الاعلى وتلعب على مستوى الخبرات. طبعا على مستوى الخبرات اكيد، ولكن هو رهان يعني صاب، هنقول ناجلزمان عبقري ونجم النجوم في القرار ده، ولو خاب هنعلق برضه لان مساله بديهيه، زي ما ريال مدريد مثلا فرط في فاران وسيرجيو راموس في نفس الموسم، قلبين دفاعك الاساسيين اللي مستمرين بقالهم سنوات طويله. صحيح. لو عايز تفرط فيهم فرط فيهم سنه ورا الثانيه مثلا، بس ان الاثنين يطلعوا في نفس الوقت، وحضرتك من كبار قلوب الدفاع في تاريخ مصر وعارف الكلام ده كويس، قلبين الدفاع لما بيتشالوا من الفرقه صعب جدا ان انت تخلق توليفه دفاعيه. فان دايك على مستوى حتى ليفربول ونادي كبير، فان دايك لما غاب على ليفربول كانت كارثيه، رغم ان ليفربول السنه دي عمل صفقه في الميركاتو يا ابراهيم كوناتي. صحيح. علشان هو مش مستحمل تاني. عارف حضرتك يا فندم ان غياب فيرجيل فان دايك السنه اللي فاتت خلى ليفربول لعب ب 20 ثنائي دفاعي، 20 ثنائي دفاع بيدرب الفرقه كلها، رقم اعتقد غير مسبوق. صحيح. جاب اللي من نص الملعب وجاب اللي من الاطراف وجاب اللي، عملت مشكله كبيره جدا. فلما تخسر اثنين اساسيين بيلعبوا بقالهم اكتر من 5 أو 6 سنين بشكل اساسي في قلب دفاعك، ده تحدي كبير جدا هواجه ناجلزمان، ولكن هو بيعول ان دايت اوباميكانو كان معاه في لايبزيج وعارف يقدر يطلع منه افضل نسخه. طبعًا. ولو انه لسه هياخد خبرات، لانه لسه شاب هياخد خبرات، لسه في صقل كتير هو مستنيه.